السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم كلكم. هندخل في الموضوع على طول زي ما شفتوا في العنوان: لماذا يفشل بعض المصريين وينجح معظم العرب في الخارج؟ الكلام ده يا جماعة مش في أمريكا بس، الكلام ده في أمريكا وفي كندا، وشفته أنا برضو في الخليج. ولكن في حاجة مهمة جدا، قبل ما تتسرع في الحكم وتديني ديسلايك وتخرج من الفيديو، ادي لنفسك بس 4-5 دقايق اسمع الكلام اللي هقوله، ولو ما عجبكش الكلام خلاص اديني الديسلايك واخرج من الفيديو واخرج من القناة كلها لو حابب، بس ادي لنفسك فرصة الاول انك تفكر. طيب، على سبيل المثال، انا لما كنت في الخليج كنت بتلاقي المصري دايما او في اغلب الاحوال بتلاقيه موظف، وتلاقي جنسيات تانية كتير، تلاقيهم أصحاب شغل، أصحاب بيزنس، أصحاب شركات. ونفس القصة لما جيت أمريكا، لما تعمل استفتاء أو تبص على محيط اللي حواليك في المدينة اللي انت عايش فيها أيا كانت الولاية، هتبص تلاقي أن المصريين دايما موظفين، وهتبص تلاقي الجنسيات التانية زي الأردني، زي الفلسطيني، زي اللبناني، زي اليمني، تلاقيهم كلهم أصحاب بيزنس وكلهم تجار. كمان تلاقي المصري حالته المادية مش بنفس الحالة المادية القوية اللي فيها جنسيات تانية. طب ايه الأسباب في كده؟ أول سبب من وجهة نظري بالنسبة للمصري، النية الدائمة في العودة إلى مصر، دايما عينه في مصر، حتى لو قعد هنا 30 سنة أو حتى لو قعد في الخليج 30 سنة. طبعا هو الخليج ما فيهوش جنسيات، بس يعني في برضه نفس القصه، يعني في فلسطينيين وفي اردنيين وفي لبنانيين بيعيشوا في الخليج عمرهم كلهم. فالمصري دايما بيكون عامل حسابه ان هو يرد، فتلاقيه دايما فلوسه واستثماراته وعينه وتفكيره ومجهوده رايح فين؟ رايح في مصر. ما يعرفش يجيب بيت كويس، او يستخسر انه يشتري بيت غالي مثلا، او عفش محترم جدا، او عربيه قويه، او عربيه عاليه. دايما يكون صابب مادياته كلها وفلوسه كلها واستثماراته كلها فين؟ في مصر. فعلى هذا الاساس بيكون قاعد بره، سواء في امريكا او في كندا او في اي دوله، بيكون قاعد يا دوبك ايه، شهر بشهره او سنه بسنتها وخلاص على كده. ودايما في مصر بتلاقيه ليه استثمارات. ليه؟ لان هو دايما عامل حسابه انه هيرجع. الحاله دي او الحاجه دي ما بتبقاش موجوده عند الفلسطيني او الاردني او اللبناني، ما بيكونوش يعني صابين جهدهم كله في بلدهم، لذلك بينجحوا هنا، ولذلك بيكون معاهم مصاري او ماديات او فلوس بحيث ان هم يفتحوا شركات ويفتحوا بيزنس وكده، ولذلك بتكون حالتهم الماديه عاليه جدا واعلى من الحاله الماديه اللي عايش فيها المصري. تاني سبب بيخلي معظم المصريين او بعض المصريين ما بيتوفقوش جامد بره، هما فيه طبعا بينجحوا يا جماعة، مش منقول ان هما ما بينجحوش خالص او بيفشلوا، هما بينجحوا ولكن ما بينجحوش بنفس القوة اللي بينجح فيها الجنسيات التانية. تاني سبب هو انتشار ثقافة الوظيفة عند المصري، دايما دماغه ان هو يشتغل في وظيفة. يا عم مثلا لما تروح حاول ان انت تطور نفسك وتفتح بيزنس او تبص يقولك لا انا عايز ايه، موظف واخد الايه، العشر قروش بتوعي اخر الشهر وخلاص. ده ما بيكونش نفس التفكير بتاع الاردني او الفلسطيني او اللبناني او اليمني. الفلسطيني او الاردني او اليمني بطبيعتهم تجار، يحبوا يبيعوا ويشتروا، يحبوا يبقى لهم استثمارات، ما يحبوش يشتغلوا عند حد. طب هل هو مش معاه فلوس انه يفتح مثلا شركة او بيزنس معين، بيجيب شريك معاه، بيظبطوا ورق مع بعض وشراكة، بيعملوا شراكة مع بعض وبيحطوا ايديهم في ايدين بعض، خلاص انت قرشين من معاك على قرشين من معايا، وبيفتحوا ايه، وبيفتحوا شركة او بيفتحوا بيزنس، ولذلك بتكون الارباح كويسة جدا جدا، وطبعا اضعاف اضعاف ارباح الوظيفة، الشمس عالية جدا جدا جدا. وهنا بيحضرني موقف مهم جدا. يعني كان في واحد الله يصبحه بالخير من كام شهر كده، كان ايه، كان شتمني. طبعا انا مش داخل ارد عليه، يعني هو شتمني وسخر مني وكده، بس مش دي القضيه، لكنه طرح قضيه مهمه جدا، قضيه غايه في الخطوره. وهو بيشتمني كان بيقول ايه، كان بيقول
ان هو احسن من احمد سويلم عشان هو شغال في مستشفى. طب هل هو انت حاطط احمد سويلم في مخك؟ انت يعني انت شايف ان انت نجحت عن احمد سويلم عشان انت شغال في مستشفى؟ شيء مش منطقي. فانت لما تيجي امريكا او تسافر الخليج او تروح كندا او تروح اوروبا او اي مكان في الدنيا، ما تركز ان انت تشتغل في مستشفى، انت تركز في ان انت تشتري المستشفى لمؤاخذة. ركز معاه في كل كلمة اقولها لك. طب المستشفى دي غالية جدا، مش مشكلة، ابدأ بحاجة صغيرة، ابدأ بمحل، ابدأ بسمول بيزنس، حاجة صغيرة مش مشكلة، والسمول بيزنس ده هيكبر، يبقى مكان واثنين وثلاثة واربعة ويكبر. انت اشتغلت في محل مثلا، اي محل، محل هدوم، لو المحل ده يخضع ليه شركة وفي سلسلة محلات، هيكون عندك انت موظف وفي فوقيك مدير، مدير المحل، وبعد كده في ديستريكت مانجر يعني ماسك مجموعة محلات او ماسك مجموعة المحلات اللي موجودة في المنطقة دي، وبعد كده في صاحب الشركة. جميل جدا ان انت لما تروح محل تشتغل فيه تكون عينك، او انت عايز تطور من نفسك وتبقى المدير، ده حق مشروع 100%، مفيش اي مشكلة خالص. لكن تكون باصص لقدام، كون ان انت تبقى مدير وخلاص وتسكت، لا، تكون عامل حسابك ان انت ايه، تكبر اكتر، تكون عامل حسابك ان انت تشتري المحل نفسه، مش تبقى مدير فيه وتبقى شغال فيه. الوظيفة يا جماعة استعباد، من الاخر من الاخر الوظيفة استعباد. وفي امريكا هنا وفي كندا وفي اوروبا دي دول الحريات، يعني انت عندك هنا الحرية الدينية، وعندك الحرية الجنسية، وعندك جميع انواع الحريات هنا. ما ينفعش تبقى مستعبد وما عندكش حرية مالية، لازم تلعب في ان انت يكون عندك حرية مالية زي ما عندك حرية دينية وحرية جنسية وكل انواع الحريات. الوظيفة استعباد. ايه اللي بيخلي يعني، حتى في نقطة مهمة جدا، حتى لو ضروري ان انت تشتغل في اماكن، اشتغل في الاماكن اللي يكون فيها فلوس، ما تروحش مثلا تشتغل في مستشفى، لا، تشتغل في بنك، ما تروحش مثلا تشتغل في مدرسة، لا، تشتغل في بورصة، ما تروحش تشتغل في اي مكان، لا، اشتغل مثلا في الاماكن اللي تكبر فيها، حتى لو اشتغلت فيها وظيفة صغيرة، بس اماكن تبقى غنية، مش اماكن تبقى نون بروفيت يعني غير ربحيه، لا، تشتغل في اماكن يكون فيها ارباح ويكون فيها فلوس ويكون فيها عمولات ويكون فيها فلوس كويسه وفكه كويسه كل شهر، تمام. عندك البنوك، عندك البورصه، عندك اليهود مثلا يا جماعه هنا ناجحين ليه عن العرب؟ يعني اليهود بقى انجح من جميع انواع العرب. ليه ناجحين؟ بيشتغلوا في البورصه، بيشتغلوا في البنوك، بيشتغلوا في الاعلام، بيشتغلوا في الصحافه، بيشتغلوا في الول ستريت، بيشتغلوا في الاماكن القويه، الاماكن اللي يقدروا ياثروا فيها على اتخاذ القرارات، اماكن قويه، اماكن ضخمه هنا في امريكا محدش يعرف يدخلها، عشان كده ناجحين عن العرب، وعشان كده يعني ليهم دور، ورغم ان عددهم مش كبير بالنسبه للمجتمع الامريكي، لكن لهم قوه، لهم تاثير مش موجود عند العرب نصه ولا ربعه ولا تلته ولا حتى لا مؤاخذه 10% منه. فايه، فتخلي بالكم يا جماعه من النقط اللي زي كده. يعني مثلا اليهودي هنا لما يجي ابنه يكبر ويبقى يعني يتخرج من الهاي سكول وكده، هل بيوديه الجامعه اللي جنبه او الجامعه في المدينه اللي جنبه او الجامعه في المدينه اللي هو فيها؟ لا، بيروح يبعته واشنطن دي سي. بيروح يبعته ليه في واشنطن دي سي؟ عشان يبقى قريب من الاماكن بتاعه اتخاذ القرار، ويبقى بيتعامل مع الناس اللي فعلا بتتخذ القرارات. واشنطن دي سي دي العاصمه هنا في امريكا. ما يستخسرش يدفع لابنه ويوديه اخر الدنيا في واشنطن دي سي، ممكن يكون هو من كاليفورنيا او من تكساس او من اي مكان، يوديه 6 ساعات بالطياره او 7 ساعات بالطياره واشنطن دي سي، على اساس انه يكون في اماكن قويه. ما يقولكش لا، العربي يقولك لا، انا استخسر الواد ده اوديه ليه اخر الدنيا، ما خليه هنا هو جنبي في نفس الولايه او في نفس المدينه اللي انا فيها، وتبقى الجامعه ارخص، على اساس انه هنا الجامعات هنا في امريكا بتكون
للمقيمين في نفس الولايه بتكون ارخص شويه من انك لما تيجي من ولايه تانية عشان تتعلم هنا. يقولك لا انا وديه جامعه في نفس الولايه وخلاص. طب ما انت لو وديته واشنطن دي سي هيبقى فرص نموه وفرص العلو بتاع ابنك هتبقى اكتر. فلازم يا جماعه الناس تغير من تفكيرها، سواء بقى مصريين او سواء عرب او سواء يعني كل الناس اللي بتطمح انها تغير من مستقبلها وحياتها للافضل، لازم الناس تغير من تفكيرها. وبشكل خاص المصريين لازم تطلع من عباءة الوظيفة، لأن الوظيفة استعباد ومذلة. هنا في أمريكا متقسمة كده، يعني يا إما ناس مرتاحة جدا يا إما ناس تعبانة جدا. الناس التعبانة هم الناس اللي شغالين باليوم بيوم وبالشهر بشهره وبفواتير وكده. هل أصحاب البيزنس كده؟ لا طبعا، أصحاب البيزنس مرتاحين. يعني ليه؟ مش مؤول يعني أقصى شيء هو مش مهدد، أو أقل شيء هو مش مهدد أنه يطرد من المكان بتاعه. انما انت موظف مهما كبرت انت معرض ان انت تطرد من شغلك في اي وقت. وهنا الشركات هنا ليك حقوق وكل شيء، بس الشركات هنا القويه ليها جيوش، جيوش من المحامين عشان يدافعوا عنهم. فمش هيمشيك الا وهو واثق 100% ان انت مش هتعرف تاخد منه حق ولا باطل، الا بقى لو كان في ظلم شديد يعني تعرف تاخد حقك يعني. فكل الشركات هنا في امريكا عندها محامين يدافعوا عنها قدام الجهات وقدام الموظفين وقدام كل الناس، بيبقى عندهم ادارات قانونيه في الشركه وخمس ست محامين شغالين ايه 24/7. فحتى بعض المصريين كمان بعد ما ربنا بيكرمهم حتى ويفتح بيزنس سنه او اتنين او تلاته بيزهق، يقوم بايع البيزنس ومدور على اي وظيفه في شركه ولا اي حاجه، يقول لك خلاص انا رايح دماغي واشتغل ايه 5 ايام في الاسبوع، يبقى ليا اجازات 3 اسابيع كل سنه ولا حاجه بالنسبه للناس اللي بتشتغل سالري، وريح ايه وريح مخي بقى تمام. يقول لك ليه؟ عشان البيزنس فيه ريسك وفيه خطوره وممكن اخسر ممكن، ويفضل بقى يحط في دماغه حاجات مش حقيقيه. طب افرض غيروا المنطقه او مثلا غيروا اتجاه الشوارع او غيروا الكلام ده، طبعا بالنسبه للسمول بيزنس يعني غيروا اتجاه الشوارع. طب افرض المنطقه السكنيه دي مشيت او يعني اتجددت او يعني مشوا الناس اللي فيها ونقلوهم اماكن تانية او هيجددوا المنطقه وكده، فيقول لك لا طب البيزنس بتاعه هيخسر، فيعيش في قلق سنتين ثلاثه لغايه لما يتخلص من البيزنس بتاعه اللي كان بيكسب واللي كان يعني بيعمل منه مصالح كويسه، ويروح يرجع تاني لعبوديه الوظيفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال 9 اعشار الرزق فين؟ في الوظيفه؟ في الشهاده؟ قال لا، 9 اعشار الرزق فين؟ في التجاره، تبيع وتشتري. ومش شرط عشان تدخل التجاره يكون معاك فلوس كتير، لا ابدا صغير عادي، عادي جدا. لو انت بتبدا صغير بتبقى احسن من احسن موظف في الدخل وفي كل شيء وفي نفسيتك وفي كل شيء، انت بتعمل حاجه بتاعتك، حاجه ليك انت. المصريين لازم يغيروا من تفكيرهم، ومش عيب تبصوا للجنسيات التانيه ونتعلم منهم، نشوف الناس دي نجحت ازاي، ولازم نواجه اخطائنا، ولازم نكون يعني بنفكر ويكون عندنا نظرة لقدام. ما نبصش يا جماعة، ما نبصش يا جماعة لورا، ما نبصش تحت رجلينا، لا نبص لقدام، بص لقدام لآخر الشارع، ما تبصش لغاية الإشارة اللي جاية دي، تبص لآخر الدنيا. تركيزك ان انت تشتري المكان اللي انت فيه مش تترقى فيه. تترقى ده شيء كويس، لكن الخطوة اللي بعدها تشتري الجمل بما حمل. الجنسيات التانية بينجحوا بسبب ان هم بيبصوا لقدام. المصري بيجي هنا بيبقى عايز يعيش محدود وقافل على نفسه، وهاخد قد كذا واوفر كذا وابعت كذا مصر وكده. الجنسيات التانيه فاتحين صدرهم بياخدوا ريسك عشان ربنا بيكرمهم وربنا بيديهم. انما المصري لما بيجي هنا بيفتح ايه؟ بيفتح خرنج غبره. في فيديوهات يا جماعه يمين وشمال سايبها لكم، دوسوا لايك على الفيديو لو الفيديو عجبكم. اللي بيشوفني لاول مره، انا اسمي احمد سويلم، اشتركوا في القناه من فضلكم ودوس على الجرس او الاول عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها من جوه امريكا، وتدوس على اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.